السلام عليكم. اليوم في بام لاين تي في راح نحكي عن الدكتر ايرون بايبس ووصلاتها. وصلة الدكتر ايرون بايبس هي عبارة عن سوكت وسبيغوت اللي هم الراس والذيل. طريقة تركيبهم طريقة كتير سهلة بحيث انه بيتم دفش سبيغوت داخل السوكت بهذا الشكل وبكون في ناتهم غاسكت. لهذا السبب بسموها بوش اون جوينت. طبعا البوش اون جوينت لهم عدة فوائد راح نحكي عنهم ونشرحهم في هذا الفيديو. اولا سهولة التركيب. تتميز البوشن جوينتس بسهولة وسرعة تركيبها مقارنة باغلب انواع الوصلات المستخدمة في المواسير التانية. لو اخذنا مثال مواسير الستيل بتم التوصيل فيها عن طريق الحام. الحام طبعا بتطلب وقت اطول وجهد اعلى وكذلك بتطلب كفاءة عالية، سواء كانت كفاءة عند التركيب من المشغلين نفسهم او من اللحيم اللي بلحم البايبس، او كفاءة عند الفحص والإسبكشن اللي بصير في أغلب الأحيان عن طريق الإكس راي. هذا كله في غنى عنه في وصلات الدكتر ايرون بايبس. طبعا كل ما بيزيد القطر بتزيد صعوبة العملية. الفائدة الثانية للبوشن جوينتس هي الفلكسيبيليتي أو الليونية بتعطيها للبايب لاين كخط كامل. الليونية بتكسبها الجوينتس عن طريق حركتين بتعطينا إياهم. الحركة الأولى اللي هي الراديال اللي بتسمح للجوينت بتحكي بشكل دائري زي ما هم شايفين هون، والحركة الثانية اللي هي أكسيال اللي بتسمح للمواسير انها تفوت جوا بعضها زي ما هم بينوا. وهذا بعطينا فائدة ثالثة للبوشون جوينتس اللي هي انها ما بتحتاج اكسبانشن جوينتس. في حال لو صار في تمدد اي اكسبانشن راح يصير راح يكون جوا السوكت نفسها للبايب. الميزة الرابعة للبوشون جوينتس هي بفضل الجاسكيتس. طبعا وجود الجاسكيتس بيعمل الكتريكال ديسكونتينيوتي، يعني البايبات ما بتكون موصلة كهربائية. بما انه البايبات ما بتكون موصله كهربائيا لذلك هي ما بتحتاج كاثوديك بروتكشن سيستم. الكاثوديك بروتكشن سيستم هو سيستم يستخدم لحمايه المواسير الموصله كهربائيا كما هو في اغلب الاحيان لمواسير الستيل. طبعا هذا مش موجود زي ما حكينا في الدكتر ايرون بايبس لانها معزوله كهربائيا بفضل الجاسكت. وهي الميزه لها تاثير كتير كبير على الكوست او التكلفه، من ناحية تكلفة الكاثوديك بروتكشن سيستم نفسه وتكلفة تركيبه وكذلك تكلفة صيانته طول فترة التشغيل. احنا في سانجوبان بام عندنا سبيشال ديزاين للجاسكت واسمها ستاندرد جاسكت. بغض النظر عن الاسم انه ستاندرد، هي موجودة بس لمواسيرنا ومصممة من قبلنا. الجاسكت بتوضع داخل الشامبر في السوكت وبتنحشر عن طريق دفش السبيغوت زي ما وضحنا. هاي الجاسكت لها فوائد مميزة. راح نحكي عن الميزات منها الجروف. هذا الجروف الموجود في الجاسكت فائدته انه كل ما بيزيد الضغط جوا المواسير راح يدفع في هذا الاتجاه، بالمقابل راح تدفع الجاسكت على جدران السوكت والسبيغوت. فلذلك كل ما بيزيد الضغط داخل الانبوب بيزيد تماسكها مع الجدران وبيزيد التايتنس تاعتها. بينما في اغلب انواع الوصلات التانية كل ما بيزيد الضغط بيزيد احتمالية حدوث التسريب، عكس اللي بيصير عندنا بالجاسكت الدكتر ايرون بفضل هذا الجروف. الميزه الثانيه اللي بتعطيها الجاسكت هي بالانجلر ديفليكشن او الانحراف الزاوي. هو اللي بيعطي المرونه للبايب لاين كامل، وهو اللي بيسمح له في بعض الاحيان انه يمشي مع تضاريس الارض من غير الحاجه لاكواع او بنتس. الانجلر ديفليكشن للستاندرد جاسكت يعتبر الاعلى ضمن المنافسين، وهو اعلى بكثير من متطلبات الايزو والاي ان ستاندردز، بحيث انه بكون 5 درجات لحد قطر 300 و4 درجات لحد قطر 1200، 3 درجات لحد 1600، درجتين ونص لقطر 1800 ودرجتين لقطر 2000. مرونة خط انابيب الدكتال ايرون بفضل البوشن جوينتس وخصائص الدكتال ايرون نفسه كماتيريال جعلت من خطوط انابيب الدكتال ايرون تتربع على عرش المواسير المدفونة تحت الارض، خاصة في حال وجود هزات ارضية او تحركات في التربة. مرونة الجوينت تمتص السيتلمنت او التريح اللي ممكن يصير في التربة نفسها او في سيفل ستراكشر او المباني اللي حواليها او الفالف تشامبرز. هاي المرونة اللي بالاهم تضمن وصول مياه الشرب للناس دون انقطاع. قبل ما نختم هذا الفيديو لابد من ان نذكر انه الفلانج جوينتس موجودة ومستخدمة في خطوط الدكتر ايرون بايبس. نتمنى انه يكون هذا الفيديو مفيد وفيه معلومات قيمة. في حال وجود اي استفسارات ما تترددوا بالاتصال في ممثل سانجوبان بام في بلدكم أو في منطقتكم.